ما بيدعي بعض القوميين العنصريين العرب بانه الاسرائيليين عم تساعد الكرد. لا، بالعكس، اسرائيل ضرت القضيه الكرديه باكثر من محفل، وحتى لو لم تضر يا ابو جورج لم تساعد القضية الكردية. يعني المشروع الاستفتاء اللي حصل قبل كم سنة في كردستان العراق، صحيح إسرائيل قالت إنه هي مع الاستفتاء وليس ضد الاستفتاء، ولكن ماذا قدمت بالمقابل؟ تلك الهجمة العالمية اللي صارت على كردستان العراق، وخسر كردستان العراق نصف الأراضي، يعني كركوك، خانقين، سنجار، كل هذه الأراضي التي خسرتها حكومة الأقليم، لم تقدم شيء إسرائيل، ولم تستعمل اللوبي تبعها عند الولايات المتحدة الأمريكية أو عند الأوروبيين على الأقل بوضع حد للهجوم، يعني الهجوم الإيراني والهجوم التركي والهجوم العراقي على كردستان العراق والشبيحة، الحشد الشعبي الشيعي الموالي لإيران بكل رأي. وإنما لم تساعد إسرائيل بأي شكل من أشكال المحافل الدولية أو عند الدول صاحبة القرار، يعني اللي لها القرار الأساسي، كان الولايات المتحدة الأمريكية، كان الاتحاد الأوروبي، لدعم جدي للقضية الكردية. يعني إسرائيل أيضا لها مصلحة مع الدول المحتلة لكردستان، فبالتالي لن يتم التعويل، أي تعويل كردي على إسرائيل يكون تعويل خاطئ. طبعا من المفروض بالكرد أن يلتفتوا لقضيتهم وينقوا بنفسهم، لا لدعم هذا الطرف من الصراعات اللي موجودة بالمنطقة، ولا لدعم الطرف الآخر، وإنما قضيتهم تكون هي القضية المركزية في كل جزء كردستاني. التحالفات التي يجب أن تتم من خلال قرب هذا الطرف أو ذاك من القضية الكردية، وخاصة في داخل البلدان. ما دام نحن ما في قرار دولي لتأسيس كردستان أو بالاستقلال، مثل ما شفنا يعني بعملية الاستفتاء اللي كيف وقف المجتمع الدولي كله ضد الكرد، بما أنه ما في، نحاول أن نعمل على تشبيك علاقات مع القوى القريبة من القضية الكردية، أو القوى اللي بتساند حق الشعب الكردي في كل جزء كردستاني، وبالتالي بكل جزء نعمل تحالفات. هذه التحالفات تكون مبنية على الديمقراطية مثلا للبلد المعني، والحقوق القومية المشروعة، أو الحكم الذاتي أو الفدرالية لكردستان، للجزء الكردستاني الملحق بهذه الدولة أو تلك. يعني أنا بعتقد تركيزنا على هالجانب هذا. أنا بحيي كثير مواقفك أبو جورج، بس لكن عندي ملاحظات. أنا ما فيني أحيانا أتدخل لما بيكون الصوت عالي، لما بيكون هناك شتائم، حتى لو كانت الشتائم محبة، أنا كثير بتجنب هذه. بعتذر من حضرتك. لا أنا بعتذر من حضرتك ومن كل كردي فهمان مثلك، عن جد بعتذر بشكل رسمي، اعتذار رسمي، لأنه أنا أحيانا بتخربط بشتو. ماشي. ونسبة للمواقف اللي بتأيدها، ماشي، كل كردي إذا كان عنده شوية دم كردي راح يأيدها، يعني بأي جهة سياسية كانت راح يأيدها. أنا أشوف كرديتي قبل كل شيء، قبل كل معتبرات ومقدسات في هذا الكون، إن كانت انخلقت قبل 3 مليون سنة أو كانت سوف تنخلق بعد 3 مليون سنة، ما عندي مشكلة مع شيء. كرديتي قبل كل شيء، ماشي، ولكن أنا حسب مفهومي البسيط في سوريا، إن كانت سوريا دولة علمانية اتحادية تعددية، أوكي أنا معها، وأنا سوري راح دافع عنها بكل شراسة مثل ما بدافع عن كرديتي. ولكن كانت سوريا عربية أو كانت سنية أو كانت إسلامية أو كانت أي كان، جمهورية العربية السورية ما أي كان، وإذا كان معارضة بس تفكيره يغيروا شخص بشار الجحش مثلا، أو يتركوا النظام والدستور كما هو، كما ما تدعي سيدة رشا يوميا تقول والله أنا بدي غير مادة ثالثة، يعني بدي تترك الدستور كله على حاله بس مادة ثالثة عندها مشكلة لأنه الرئيس يكون سني أو يكون كذا. مشكلة مو مادة، مشكلة هذا الدستور كله دستور زبالة، نظام كله نظام زبالة، والتلاف صار والنظام بعد عنده مؤيدين لعنده، وصاروا كله قيادات وطالع سجناء سواء كلهم ثوريين وقضوا على ثورية، والإخوان أجوا يركبوا على موجة الثورة
وبدهم بس يشاركوا الحكم مع بشر وعم يتم نقاش على هذا الاساس. ماشي صحيح ابو جورج، انا متفق معك تماما انه لا يمكن لدوله تكون عائله لمكون واحد تكون دوله كل الناس. لا يمكن لهذه الدوله ان تكون ديمقراطيه، لا يمكن للدوله ان تنجز مهام التنميه، لا يمكن لهذه الدوله ان تعطي الحقوق. فبالتالي لما بتكون هوية الدولة هي هوية لمكون واحد بغض النظر عن المكونات الأخرى، فبالتالي هناك سيكون هناك اضطهاد، ولن تستطيع هذه الدولة القيام بأي حتى بشيء ملموس للمكون الذي تدعي تمثيله. يعني أنه هذا التمثيل سيكون تمثيل إيديولوجي للقضاء على المكونات الأخرى أو لحرمانها من حقوقها. طبعا أنا متفق معك تماما، يجب أن تكون هناك سورية، لا يمكن لها أن تقام إلا سورية علمانية ليبرالية ديمقراطية، الدولة ومؤسساتها تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وتعطي الحقوق المتساوية لجميع المكونات. ما دام هناك لغة رسمية لمكون واحد حتى لو كان هذا المكون أكثري، يجب أن تكون اللغات الأخرى للمكونات الأخرى حتى لو كانت أقلية الأقلية عددية أقصر نفس الحقوق تكون للمكونات الأخرى. فبالتالي أي دولة دينية ستكون دولة طائفية بالعمق، لأنه ما في شيء اسمه دين واحد. يعني حتى الإسلام، يعني بيقول هويتنا إسلامية، أي إسلام؟ هناك 100,000 إسلام. هناك الإسلام اللي موجود مثلا اسلام البوطي، اسلام كفتارو، اسلام اسامه هذا اللي صار مفتي، هناك اسلام داعش، هناك الاسلام النصره، هناك اسلام جيش الاحرار، هناك اسلام علوش جيش الاسلام. يعني اي اسلام؟ لم يعد هناك دين واحد وانما هناك اديان، لانه النص التاريخي النص الديني ان كان القران وان كان الحديث النبوي الشريف صادوا 1400-1500 سنة. فبالتالي الإسلام الموجود هو إسلام التأويل، تأويل النص الديني. مثلا أنا مروان عثمان بفهم الدين الإسلامي بهذا الشكل حتى لو كنت متدين، أبو جورج بفهم الدين الإسلامي بهذا الشكل بشكل آخر مغاير لإلي. فبالتالي هذا الاقتتال بين المسلمين مرده أنه عبارة عن مصالح طائفية، هويات طائفية قاتلة. فبالتالي لا يوجد اسم دين لا إسلامي ولا مسيحي واحد ولا يهود ولا أي دين ولا حتى دين يزيدي واحد، وكل دين هو عبارة عن أديان وليس دين واحد، لأنه كل دين يفسر بالتأويل، تأويل الدين. صحيح القرآن واحد ولكن تأويل القرآن له وجه. يعني آسف على الإطالة أبو جوري، لما حصل الخلاف بين لا لا خذ وقتك للصبح حكي عادي، ما في مشكله، ما في طاري ولا شيء، خذ كل الوقت غرفه وانا كله على عشان رد عليه علي، رد عليه الامام علي، قالوا يا القران حمال اوجه. شو معنى القران حمال اوجه؟ لانه القران يفسر الف تفسير. فبالتالي لا يمكن، يعني إذا رفض علي بن أبي طالب أنه تكون الحوكمة للقرآن، القرآن حاكم، أنا بعد علي بن طالب 1400 سنة، كيف بدي يكون القرآن حاكم بيني وبين الآخرين؟ علي ما وثق بالقرآن وقال القرآن حمال أوجه. فبالتالي الدولة السورية، بما أنها دولة مجتمع سوري، بما أن المجتمع السوري متعدد المكونات، متعدد الأديان، متعدد الطوائف، متعدد القوميات، فبالتالي لا يمكن لهذه الدولة أن تأخذ صفة إسلامية أو صفة عرقية عربية. يعني يجب أن تكون هذه الدولة تقف على مسافة واحدة بمنظومة قانونية لمؤسساتها بالحوكمة اللي موجودة فيها، وأن تكون دولة علمانية وليست مدنية. والمدنية كانت لعبة، يعني لعبة خبيثة من قبل بعض التيارات مشان ما تكون الدولة علمانية، فبالتالي تحافظ على دولة حافظ الأسد ولكن بدون حافظ الأسد. يعني لا
ضمن بشار الاسد ولكن بدون بشار الاسد، وكانه كل هالمجازر اللي حصلت، كل هذه الدماء اللي اسيلت من كل الشعب السوري من اجل بشار الاسد، ازاله بشار الاسد العلوي لتنصيب بشار على الاسد سني يعني، ولا القوانين اذا ضلت، اذا الظلم ضل، تهميش الاثنيات، تهميش القوميات، تهميش المكونات، تهميش الاقليات، ضل حتى ما حدا يضل راح يكون نصير لهذه الدوله، وهذه الدوله لن تستطيع ان تحل الاشكالات البنيويه اللي موجوده في المجتمع السوري. ليش سكرت أستاذ مروان؟ أحكي قدراتك. أنا خلصت عزيزي. أحكي أي موضوع بدك ببالك تحكي شيء، حابب تحكي تفضل أحكي. أنا عم سجل كلامك يعني، إذا بتزعل بحسبه، إذا ما بتزعل عم سجل. أنا الكلام اللي بحكيه ما بزعل منه وجود، أنا ما بحكي إلا قناعاتي. إيه؟ يعني بغض النظر عن مواقف الآخرين، أنا لست ضد أحد، ولكن أنا ضد أفكار، أنا أناقش الأفكار ولا أناقش حملة الأفكار. يعني أنا ما عندي مشكلة، أنا بتفق مع وجور في بعض القضايا وبختلف معه في بعض القضايا الأخرى، بس بالنهاية ما عندي مشكلة مع وجور، ربما يكون عندي مشكلة مع بعض طروحات وجور، فبالتالي بناقش الأفكار. يعني أنا ما عندي مشكلة إذا كنت عم ناقش الأفكار، يعني ما عم ناقش حملة الأفكار. يعني كرامة الإنسان، كرامة الإنسان تكون محفوظة حتى لو كان هذا الإنسان عدوي. يعطيك العافية أستاذ مروان. كمان إذا في واحد بده يعني يطلع لفوق ويناقش، خاصة أكيد شباب اللي موجودين بخلاف مع أبو جورج، ومشان الواحد يفهم بعضهم أحسن بيكون أو أخذ فكرة غلط عنه أو ما استوعب شو حكى مثلا، لأنه في كذا رومات فاتحين وعليه، يعني أسلوب ثاني بيحكي مو مثل أبو جورج ما بيدعي. فتفضلوا إذا في واحد كمل. أستاذ مروان، لا أنا ما عندي شيء، يعني أنا عندي نقدي الوحيد على أبو جورج الأسلوب اللي تعاطى فيه أبو جورج مع المسائل. يعني مسألة الشتائم، يعني أنا ضد الشتائم، يعني حتى أنا ضد الشتائم، حتى هذه الشتائم تكون ضد الذي أعاديه، لأنه هذا الأسلوب لن يكون منتج. يعني أنا بعادي الأفكار، يعني الأيديولوجيات، ولكن بأسلوب هادئ ورزين، لأنه الأسلوب الهادئ والرزين هو الأسلوب الجذري لاجتثاث أو لتفكيك هذه الأيديولوجيات. يعني حتى مثلا أنا إنسان لا دين، فبالتالي إذا ناقشت الأديان وسبيت الأديان راح أخلق ردود فعل بدخل بمهاترة مع الآخرين الدينيين وغير ذلك، ولكن تفكيك الخطاب يكون بالبحث أو تلمس التناقضات اللي موجودة بالخطاب ومن ثم التركيز عليها. يعني بيكون أفضل بكثير من خلال الفكرة. يعني فكرة أبو جورج عن حول المجتمع العماني، موقفه من المكونات، موقفه من الديمقراطية، موقفه من الليبرالية، موقفه من النساء، هي أفكار جميلة وأفكار نتفق فيها مع أبو جورج، ولكن طريقة تناول أبو جورج مع هذه الأفكار أحيانا بتولد ردود أفعال ليست لصالح الأفكار. يعني أنا عندي قضية مركزية حسان كردي، عندي قضية الكردية بعتبرها من القضايا المركزية اللي موجودة عندي، فبالتالي لجذب الدعم لهذه القضية ولإحقاق حقوق هذا القوم اللي هو قومي، يجب أن يكون خطابي هادئ ورزين، وخطابي قائم على الحوار وقائم على المنطق والعقلانية، بتفكيك خطاب العنصرية التي تريد أن تنال من الشعب الكردي. يعني مثلا بعض المثقفين العرب العنصريين، حتى لو ما كانوا دينيين، يعني حتى بعضهم كان علماني وغير ذلك، لما دائما لما ياخذ موقف من كردي دغري الخطاب العنصري، بدي رجعكم لصناديق البويا.
يعني أنا سمعت هذا الخطاب حتى قبل الثورة السورية من قبل عبد الرزاق عيد، إلى حد ما من قبل ميشيل كيلو. هؤلاء كانوا على أساس علمانيين يعني، ويحملوا مشروع تنويري، ولكن هذا الخطاب لا يجب أن يدفعني بدو أقول والله بدي رجع العرب على الصحراء أو على البداوة. لا، إنه لما بخاطب، يعني لما برد بخطاب عنصري على العنصرية المقامة، شو بختلف عن العنصرية؟ العنصرية لا تجابه العنصرية، وإنما العنصرية تجابه بتفكيك مرتكزات العنصرية. يعني مثل هدول المعارضة السورية الآن لا تريد تفكيك نظام الاستبداد بدمشق، وإنما تقوم بمواجهة هذا النظام باستبدادية شبيهة باستبدادية النظام، فبالتالي سندور بحلقة مفرغة يعني إعادة هيكلة الاستبداد وليس تفكيك الاستبداد، إعادة هيكلة الظلم وليس إلغاء الظلم. هذا ما حاولت أن أقوله، واعذروني. شكرا لك أستاذ مروان، تفضل أخ الظلم. مساء الخير. حياتي يا حسام. كيفك ابو جورج؟ كيف الدكتور روني؟ استاذ مروان، هذا بيصير يعني. اهلا وسهلا استاذ خلدون. عم تحكوا عن ابو جورج اليوم، عن الخال، عشر الشباب. لا والله عم نحكي بشكل عام، يعني نحكي بشكل عام. واجى مثال على العزيز ابو جورج. انا الاستاذ مروان كثير يعني يحضر معي هيك نظر وطلع معي، بتفق معه كثير من الاشياء اللي بيحكيها ابو جورج كمان، ولكن انا برايي ابو جورج يعني هيك تكون الاتموسفير يعني اللي بتطرح فيها افكارك او اللي بتطرح فيها ارائك، يعني تكون انا برايي هيك لطيفه. يعني انا لو اختلفت مع اي كان، لا يمكن تحط عنوان الروم مثلا امه او اخته او هذا الشر أو هي القح أو هذا المن، يعني هيك يعني بتسيء الواحد، بقى ما عاد يقول شو صاير، من مين متضايق أبو جورج، ليش متضايق، ما عاد يسأل حاله هيك، بصير يقول ليش أبو جورج عم يحكي هيك أو عم يكتب هيك. يعني بإمكانك سحق الفكرة اللي أنت مثلا ما بتأيدها أو ما لك. أستاذ خلدون، أستاذ خلدون، مش بيت أبو جورج ما هو رمادي، يعني لون واحد ما يعرف يجامل، خلاص براسه بده يحكي. وفي كثير ناس بحبوا مجاملة أو لون الرمادي. تفضل. لا أبدا أنا ما بأيد الرمادي، وكثير الدكتور راني تلتزم بالرمومات عندي، يعني أنا حتى اللي هيك بشوفه شوي رح أحاول بالأسئلة اللي يجيبه عن على الفكرة اللي بده يحكيها مشان ما يلف ويدور يعني. بس ما يعني ما بستخدم معه ولا لفظ بسيء لكرامته ولا لفظ، بس قادر احرجه بسؤال مثلا او بمعارضه فكرته او بدحض الادعاءات اللي عم يدعيها. بس هيك حتى انا ابو جورج كثير لفت انتباهي، هي كل المسائل بالحياه نسبيه، يعني ممكن الفكره اللي عم يحكيها استاذ مروان تمرق من عند اخذها منه حسه عاديه، بس إذا كانت من أبو جورج ما تشوفها عادية. ليش؟ أبو جورج بيقول لك أنا حدا غير متعلم، فإذا طلعت منه هي الفكرة نفسك حكاها أستاذ مروان، أنا بشوفها كبير كثير، أنا عم بيقول لك أنا غير متعلم وواصل لهالفكرة هي الرائعة اللي عم يحكيها، أنا بقدرها عاليا أكثر من إذا طلعت من غيره. فعلا أنا لفت انتباهي، وعلى فكرة أنا مرة كتبت له على الخاص لأبو جورج، ما بعرف إذا في أحكيه على العام أبو جورج خذ راحتك ما في مشكلة. قلت له أبو جورج شو كانت تشتغل الوالدة؟ فهو استغرب من سؤالي، قال لي والله ما فهمت، قلت له والدتك شو كانت تشتغل؟ قال مرة عادي. قلت له في إلك عبارات وفي إلك آراء لا يمكن يحكيها إلا الربيان عند امرأة حرة.